صباح الخير يا أول، كيف حالكم؟ اليوم هو 32 من شهر آذار لعام 2020 ميلادي. اليوم رح ناخد درس كتير حلو اسمه الصدق، صفحة 38 من كتاب التربية الإسلامية. بدنا نتعرف شو يعني الصدق، ما معنى الصدق، ما هي أنواع الصدق، وما الفائدة من الصدق، ونحل إن شاء الله أسئلة الكتاب. اتصف الإسلام بنشر الأخلاق الفاضلة بين المسلمين وغير المسلمين ليتعاملوا بها. تعتبر الأخلاق هي المبادئ والقواعد التي يسير عليها الإنسان، فقد كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس اتصافا بالأخلاق الفاضلة. كان يتصف بمجموعة من الأخلاق، منها الصدق والأمانة والإخلاص في العمل ومساعدة الناس وغيرها. فالصدق خلق، الصدق خلق، ويجب على الإنسان المسلم وغير المسلم أن يتصف به. الآن بدنا نعرف ما معنى الصدق. الصدق هو قول الحقيقة المتفقة مع اللسان والقلب. الصدق هو قول الحقيقة المتفقة مع اللسان والقلب. فالصدق هو عكس الكذب، وهو الطريق إلى الجنة. في أنواع للصدق، أنواع الصدق هذه عبارة عن يعني زيادة في المعلومات، يعني مو غلط إذا الطالب عرفها أو فهمها. أنواع الصدق، الصدق مع الله تعالى. كيف بيكون الصدق مع الله تعالى؟ هو الالتزام بتأدية العبادات والطاعات المفروضة علي بحب وإخلاص. هذا معنى الصدق مع الله تعالى، الالتزام بتأدية العبادات والطاعات المفروضة على الإنسان بكل حب وإخلاص. ثانيا، الصدق مع الناس. يجب على المسلم أن يصدق في تعامله مع الناس لما له من فوائد وأثر إيجابي طيب. ثالثا، الصدق مع النفس. تشمل أو يجب أن يكون المؤمن أو الشخص أن يؤمن الشخص بنفسه في جميع أفعاله ولا يحاول أن يكذب عليها. إذن من أنواع الصدق، الصدق مع الله تعالى، الصدق مع الناس، الصدق مع النفس. هلأ بدنا نشوف كتابنا صفحة 38. أمرنا الله تعالى بالصدق، أمرنا الله تعالى بالصدق. حكينا أن الصدق هو قول الحقيقة المتفقة مع اللسان والقلب. في عندي مجموعة من الصور في هذه الصفحة، نتفرج عليها. ماذا تشاهد في الصورة الأولى؟ شاهد في الصورة الأولى طفل ماشي في البيت وسخ السجادة لماما. شو اعتذر للماما وحكى لها؟ إني آسف يا أمي، فأنا من تسبب في ذلك. ما كذب على الماما وخب عليها إنه مش هو، لا، إني آسف يا أمي فأنا من تسبب في ذلك، كان صادق مع الماما. نيجي للصورة الثانية، طفل كان ماشي في البيت وكسر اللوح أو لوحة زجاجية. شو حكى لأبوه؟ إني آسف يا أبي فأنا الذي كسر زجاج اللوحة. إني آسف يا أبي فأنا الذي كسر زجاج اللوحة. ما كذب على البابا، حكى له أو تأسف منه، حكى له آسف أنا الذي كسرت الزجاجة. ننتقل للصورة رقم 3، بنت المطبخ كبت العصير على طاولة المطبخ. انتوا شايفين يا أول، كبت العصير على طاولة المطبخ، فحكت معذرة أنا من سكب العصير. اعتذرت لأبوها أو تأسفت، معذرة أنا من سكب العصير. ننتقل للصورة الرابعة، بنت داخلة على المنزل تحكي الآن جئت من بيت جدي، الآن جئت من بيت جدي. ما كذبت عليهم أنا زمان إجيت أو أنا ما رحت، لا، الآن جئت من بيت جدي. تمام، ننتقل لصفحة 39.
في عندي هون نشاط، وفكر في فوائد الصدق وأناقشها مع مجموعتي. هلأ بعد ما عرفنا درس الصدق، إيش الفوائد اللي ممكن يعني إني أنا استنتجتها من الدرس؟ فوائد الصدق ممكن نتشارك أنا وياكم بهذا النشاط. فوائد الصدق: أول إشي الحصول على الأجر والثواب من الله تعالى، الحصول على الأجر والثواب من الله تعالى، هي فائدة من فوائد الصدق. أيضا من فوائد الصدق الشعور بالطمأنينة، الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية، هاي أيضا من فوائد الصدق. بيكون الإنسان شاعر بالطمأنينة وبيكون في عنده راحة نفسية، لأنه الكذب بيجعل الشخص في خوف وتردد دائم. تمام. كمان يا أول، شو ممكن أستفيد من الصدق؟ اكتساب محبة أو حب الناس، أنا بكتسب حب الناس. كمان يا أول، باكتساب ثقة الناس، بكتسب ثقة الناس، بيكونوا إيش؟ واثقين مني. هاي أهمية أو فوائد الصدق. فوائد الصدق: شو بستفيد أنا من الصدق؟ الحصول على الأجر والثواب من الله تعالى، كمان الشعور بالطمأنينة والراحة النفسية، أيضا اكتساب حب الناس، 4 اكتساب ثقة الناس. في عندي نشاط: أضع إشارة صح أسفل السلوك الصحيح. ماذا تلاحظ في الصورة الأولى؟ يا أول؟ يلا، أحسنتم. الأب يقول: هل كنت تلعب يا أحمد؟ الأب بيسأل ابنه: هل كنت تلعب يا أحمد؟ الولد ماذا أجاب؟ لا، لقد كنت أدرس. هو إيش في وراء أحمد؟ في كرة. معناته أحمد شو كان يعمل؟ كان يلعب. يعني أحمد كان صادق مع أبوه لكان كاذب. برافو، كذب على أبوه، حكى له لا لقد كنت أدرس وهو كان يلعب بالكرة. طيب ننتقل للصورة الثانية. المعلمة تسأل: من ساعدك في حل الواجب يا سارة؟ ماذا أجابت سارة؟ ساعدتني أمي. أحسنت يا سارة، ما كذبت حكت أنا اللي حليت، لا ساعدتني أمي. معناته هذا السلوك الصحيح بنحط تحتي إشارة صح. في عندي نشاط: أتعاون مع مجموعتي في تقديم مشهد تمثيلي لطالب صادق وجد مالا في ساحة المدرسة. ممكن هذا النشاط نعمله إحنا بالبيت مع أخونا أو أختنا أو الماما ونتوصل للفكرة. ننتقل لصفحة 40: أحرص على أن ألتزم الصدق وأتجنب الكذب. أحرص على أن ألتزم الصدق وأتجنب الكذب، لأن زي ما حكينا الصدق هو الطريق إلى الجنة. تمام. في عندي هون أختبر معلوماتي: وعبر شفويا عن أهمية الصدق في المواقف الآتية. ممكن نعبر إحنا والماما بالبيت عن هاي الصور شفويا عشان يبين معاي أهمية الصدق. وهيك انهينا درس الصدق لهذا اليوم. شكرا لحسن استماعكم.